تتجول في مدينة نيويورك أو أي مدينة أمريكية أخرى مثل سان فرانسيسكو، شيكاغو، ستجد أشكالا من الناس والبشر جميع الجنسيات. ستسمع تقريبا جميع لغات العالم. فلماذا جاءوا؟ بالطبع ستختلف الإجابة من إنسان لآخر. منهم من جاء طلبا في حياة أفضل، منهم من جاء طلبا في فرصة تعليمية أحسن، قد يكون هربا من اضطهاد فكري، ديني، سياسي، قد يكون للمتعة والسياحة، قد يكون للعلاج. عندما تهاجر وتترك موطنك الأصلي وتستقر في بلد جديد، ستشعر أنك غريب ومحتار. تبحث عن إجابة. كلما مرت الأيام والشهور والسنين ومعها أسئلة بخصوص الهجرة، بخصوص النظام، بخصوص المواصلات والسكن والتأمين والكثير من الأسئلة، فهل وجدت من يرشدك ويضعك على الطريق الصحيح؟ ممكن تلاقي إجابة لسؤالك أو ما تلاقيش، لكن هل هي إجابة مفيدة أم ضارة؟ بعد مرحلة كبيرة من التفكير رأيت أن أساعد الناس وأنا منهم، فجاءت فكرة عمل كتاب عن التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكتاب فبعد بحث طويل وجدت لوزارة الخارجية الأمريكية 4 كتيبات عن التعليم العالي باللغة العربية وبعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت التي تهتم بالتعليم العالي فقط، لكن تقريبا لا يوجد شيء يهتم بالتعليم ما قبل الجامعي. لقد أخذ مني الكتاب 2 عامين من البحث المتواصل. فالكتاب عبارة عن شرح بسيط لنظام التعليم في الولايات المتحدة من الحضانة وإلى التعليم العالي. الكتاب اسمه المنظومة التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، الكتاب باللغة العربية مع وجود الكثير من المصطلحات باللغة الإنجليزية، والكتاب عبارة عن 10 فصول، وفي نهاية الكتاب يوجد الإندكس والذي وضع ليسهل للقارئ استخراج الكلمات والمصطلحات من داخل الكتاب. الفيديو التالي سيوضح أكثر لما يحتويه الكتاب. فشكرا للمتابعة وطابت أيامكم.